إذن وصلنا للفقرة الثالثة، اختبر معلوماتك اللي فيها بزاف نقاط وتقدر تحدد شكون راح يكون الفائز تاع اليوم. تما ركزوا فيها مليح مليح. بصح ما قلت لكمش الفريق الأخضر سيربح في التحدي، ما ربحش نقاط، ربح لي جوكر. الجوكر هو عندكم حاجة الأولى، راح يكون عندكم الحق أنتوما تختاروا المادة الأولى اللي تجاوبوا فيها السؤال. تقدروا تختاروا المادة اللي هي تكون سهلة عليكم، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الزوجة الجوكر تقدر تستشير الجمهور إذا ما عرفتش الإجابة، تستشيروا يعاونكم يعطيكم الإجابة. أوكي، ولكن جوكر ثالث شوية ما حش يعجب الفريق الأصفر، هو إلغاء إجابة تاع الفريق الأصفر كي تكون إجابة صحيحة. تفهمين؟ يعني لو كان يجاوبوا إجابة صحيحة تقدروا تلغوها في أي وقت تحبوا، مرة واحدة بصح مشي كاع الإجابات. سي بون، متفاهمين؟ إذن راه عندكم الجوكر الفريق الأخضر، يلا عندكم الحق تختاروا مادة من المواد اللي راهم عندنا اليوم. ها هما: ثقافة عامة، الجغرافيا، التاريخ، كاين لغة عربية، كاين العلوم، فيزياء، الرياضة، التربية الإسلامية. يلا ثقافة عامة. ثقافة عامة. ها الثقافة العامة، نشوفوا هذه الثقافة العامة تاع الفريق الأخضر كي دايرة. يلا سؤال في الثقافة العامة: من هو الطائر الذي تطحن معدته الحجارة؟ الصقر، الحمامة، النعامة. عنده كرشة تاع حديد، الله يبارك، هذا اللي يطحن الحجارة. كيف شغل غريب الأمر. ها يلا، ولكن كاين في الاقتراحات كاين إجابة واحدة صحيحة، واش هي الاقتراح اللي تختاروه؟ ها نعامة. 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 نعام يجري بزاف. يا درا المعدة تاعه تطحن الحجارة ولا ما تطحنش؟ واش رايكم؟ تطحن. شوفوا الإجابة، هيا معي هيا معي. إجابة صحيحة، نعم. نقطة للفريق الأخضر. الفريق الأصفر، واش هي المادة اللي تختاروها؟ يلا المادة اللي تختاروها. نعم علوم. مادة العلوم. مادة العلوم مادة رائعة. نشوفوا اليوم في العلوم سؤال واش يقدر يكون. للكائنات المتحللة دور مكمل في تحليل البقايا المعدنية، تثبيت الأزوت، تحليل البقايا العضوية. يا درا شنو هي الإجابة اللي تختاروها؟ للكائنات المتحللة دور مكمل في تحليل البقايا المعدنية، تثبيت الأزوت، تحليل البقايا العضوية. يا درا أساتذة تاع العلوم، ها على بالي دوكا راهم يتفرجوا فيكم يقولوا قريناها لكم. أي تحليل البقايا، تحليل البقايا ها العضوية ولا المعدنية؟ يلا يلا عضوية. نعم عضوية. العضوية، تحليل البقايا العضوية. قلت لكم الاساتذه تاعكم تاع العلوم راهم يتفرجوا دروكم يقولوا كيفاش احنا قريناهم ويعني كنا نمدوا كلش وكاع وفي الاخير ها في الاخير تجيب جواب صحيح. اجابه صحيحه. نعم برافو 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 برافو. اذا يلا نروحوا للفريق الاخضر. الفريق الاخضر الماده اللي تختاروها؟ فيزيك. فيزيك. ها فيزياء. مادة الفيزياء مادة ثانية جميلة، مادة علمية. نشوفوا السؤال اللي راح يكون في مادة الفيزياء. يستغرق زمن دورة واحدة للأرض حول نفسها 72 ساعة، 24 ساعة ولا 48 ساعة؟ 24 ساعة. الأساتذة تبعكم هنا ما يقتلوكم كما تجيبوش إجابة صحيحة. نعم 24 ساعة إجابة صحيحة. نعم باينة إجابة صحيحة، إجابة صحيحة لأنه 24 ساعة سؤال سهل. يلا الفريق الأصفر، المادة اللي نطرحوا فيها سؤال الآن إسلامية. التربية الإسلامية. التربية الإسلامية مليح. التربية الإسلامية يهضر اليوم سؤال واش راح يكون في التربية الإسلامية. ما هي الصورة التي تلقب بسنام القرآن؟ البقرة، آل عمران، العنكبوت. العنكبوت. يلا الصورة التي تلقب بسنام القرآن. البقرة، آل عمران، العنكبوت. يلا أعطوني الإجابة. العنكبوت. 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 يلا شوفوا على باليش ها ما نكذبش عليكم. إجابة يا هدرا واش حتكون؟
خاطئة. للأسف إجابة خاطئة. هنا راح يكون عندكم الحق ليكم تكملوا الإجابة. هذه باش نسيت ما قلتها لكمش، أنه لما الفريق الأصفر ما يجاوبش يكمل الفريق الآخر يجاوب. قالكم اقتراحين، البقرة أم آل عمران؟ عندنا ولا هنا؟ البقرة ولا آل عمران؟ بقرة. ماشي البقرة. يلا أعطوني الإجابة، ما عندكمش الوقت بزاف. آل عمران. آل عمران. آل عمران. هي فرصة لكم باش تزيدوا تتقدموا. مانيش عارف إلا استغليتوا هذه الفرصة ولا لا، يهضر مع الجمهور. هاي خطأ خطأ خطأ، البقرة. معليش. نعم.